ولكن سمعتك بزاف تغني لحد الان ما خدمتش على راس ولا لا نخدم على راس بصح هكا مش حاجه حاب نقياس لك عمر انا ان شاء الله نستضيفوك في حسن الله والله صافي تيزريك نشجعوا كل الشباب كيما انتم عباد واكيد راك تحاول دائما تاخذ بعض المبادرات وخاصه في الشعبي تحاول دائما تعاون الناس الشعب. طبعا هو الفن ماهوش محدود في الغناء، هو الفن عنده أبعاد أخرى يا شيخ. لازم نقولوا لازم نواسيو بعضنا في أمور بزاف. كما خونا عمار كان يوقف مع الشيخ إبراهيم بيه الله يرحمه. صح. هذا واجب، كاين أمور اللي ما نحصلوش روحنا غير في الغناء وفي القعدات وفي الشيخات. كاين أمور اللي تفوتنا شوية. لازم هذيك المحبة وهذيك الأخوة وهذيك جانب خاصة لما ينوض واحد يلقى شيخ التحية تاعو كبير عليه كذا يحترمه ويقدره ويقصد شيخ حسن داود الله يرحمه أنا كان الله يرحمه كان كيطلعني سيرسان سيتان بليزير والله يقول لي يطلع سفيان ندير طقطوقة نطلع كنت صغير كنت ما نعرفش وطلعني في العرس وكنا عرس طلعني وشو من قادر من قراجية الله يرحمه الله يرحمه هذا الشيء اللي درناه معاه ماهوش مزية ولا هذا واجب بالسيف علينا بالسيف معليش من بعد نكملوا الحديث نروحوا لتواتي فاتح تواتي تقدر تسمعنا اليوم جيتنا بلا جيتار ماشي قبل المونضال حبيت نبدل النكهة شوية بس كاين تقارب هو تسمى اللون الشعبي بصح الجيتارة الفرق اللي كان بين الجيتارة والموندول أنه الجيتارة صوتها حنين نسيتها أعطتني واحد الحنان هكا تشوقت لها وليت نسي باش ندير بها حاجة خاصة كي تحب تخدم لي شونسونات تخدم قصيرة تساعدك بزاف الشونسونات الأغاني العاطفية تانا بالمزج مع الشيخ ناصر بلغيتي عنده بعض الموازين كما نقولوا الغربية نديروا بعض المزج ما بين كما نقولوا مثلا كما نقولوا نخدم خدمة أنا مالف نخدمها في الميزان القباحي كما نسميوه احنا في الجزائر نقدروا نارونجيوها في بلاصه القباحي نارونجيوها الغنايه مع الصلصه مع كاين ديريتم فهمتني ودوك تسمعوا يعني استاذ ناصر الله يبارك ديما مرافقك وديما يعاون الشباب يعني بارك الله فيه وعلى يعني انسان يعني ناصر انا واش نعتبره اولا من المجاهدين تاع الفن يحب الفن بكل قوه وثانيا ملم ما يعياش من كيما نقولوا تلقاه في الشعبي يبحث تلقاه في المالوف يبحث تلقاه في وهذه الحاجه اللي زاد اعطته ميزه وخلته يكتشف اكثر موهوب مخ تاعو موسعو على الفن ما خلاش كيما نقولوا بوزيسيوني كيما نقولوا في جهه واحده في اللون الشعبي ولا داير دركا وعاد يخدم مع الشيوخ تاع المالوف عاد يخدم مع في الاغاني الشرقيه يعني وقاعد يوسع في وهذه تساعده باهي وحتى واحد كي يخدم معاه تانا كيف تساعده تلقى عنده خبره في الموازين خبره في ربي يوفقه ان شاء الله ربي يوفقه وربي يوفقك فاتح نسمعك مادام الجيتار هاي معاك ان شاء الله جيتار بيضاء الله ما شاء الله انت بلوك جديد هذا واتتك الله يعيشك ناصر بلغيتي الاستاذ على آلة البيانو يرافق
في حياتي كسبت قيراط أنا في حياتي كسبت قيراط وكلامي جبت رباعي
بيت يا بين شبان عروس انظر للبستان في حسن صورة بيت يا بين شبان عروس يا قوم تعلم سطح الفنفسج رياضه حسن عجيب على حبيرة بعد السهيرة شمس ومال